على رجاء تجديد الإيمان والحياة الجديدة، تحتفل الطائفة الأرمنية التي تعتبر من أكثر الكنائس الرسولية المشرقية قدماً في السادس من شهر كانون الثاني من كل عام بولادة المسيح رسول المحبة والسلام، في حين تحتفل الطوائف الأخرى بعيد الغطاس، عيد معمودية السيد المسيح. وبهذه المناسبة ينقل الأرمن الشعلة من الكنيسة إلى البيت لتجسد تلك الشعلة النور الذي أنار الطريق للمجوس للسير باتجاه الطفل يسوع، فهي رمز للنور لنجمة بيت لحم. فبولادة المخلص في مذود في بيت لحم انقشعت ظلمة الليل، لأن يسوع المسيح هو النور الحقيقي الذي أنار العقول بالحقيقة والقلوب بالحب والضمائر بصوت الله في أعماق الأنفس، حيث جاء السيد المسيح يدعونا إلى المحبة والإيمان وينشر السلام في العالم. وفي هذا اليوم وبعد صلاة الميلاد تجري عملية مباركة الماء الذي يرمز إلى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن، ويتم توزيعها بالصليب والميرون المقدس على الناس. عادات الطائفة الأرمنية في ليلة الميلاد التي يحيونها في منتصف ليل السادس من كانون الثاني ما زالت حاضرة وتحافظ على موروثها الديني، ليبقى ميلاد السيد المسيح رمزاً لولادة المحبة والسلام.